عسلامة ومرحبا بكم نسكل في غيب سي اون باك درس تاع اليوم اسمه كالكول دون ار جميع الدوزيام اني سيونس دونك هنا باش نشوفوا مع بعضنا ريزومي صغير نتاع الكور وبعد تو دي بوم الكتاب نتاعكم ثم نشوفوا دي زيكزارسيس مع بعضنا ولا نشوفوا دي زيكزومبل باهي من غير ما نطولوا شنو هو ار اما قبل ار وفات شفنا حاجه قبل دونك لو احنا باش نحكيو على ار فوالا دونك حاجه قبلها كنا شفنا كيو عملنا اول شفنا كيو كيف كيف عملنا اللي قبلها شفنا الدي ديسيمال وقبلها شفنا الزد وقبلها شفنا الان باه دونك الان شنو معناها سي تري سامبل دونك عملنا باللصق القضيه اول حاجه اللي هي ما بين تعمل صفر واحد اثنين ثلاثه واحنا ماشي دونك هذيك عندهم جروب نتاعهم واحد باه ناخذ كولور اخرى هي باغ اكزومبل تو نحكيو على الزد زد هي صفر واحد واثنين وثلاثة زاد معاهم إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة وإحنا ماشيين دونك هذا توا زد توا ناخو كولور أخرى ونحكيو باغ اكزومبل مثل هذا نحكيو على الدي الدي هو أي حاجة تكتب على عشرة على مية على معناها العدد بالفاصل ولازم تقف مثلا اثنين فاصل خمسة على خاطر تكتب هي في الحقيقة خمسة وعشرين على عشرة مثلا إلا 13.56 هذه على خاطر تكتب إلا 1356 على 1000 دونك هذوك هما العدد اللي بالفاصل دونك نجي 2.5 نقولوا هنا إلا 13.56 توا نتعداو الكو ناخذ كولور أخرى ناخذ هذه باغ إكزومبل والكو هي اللي نجمو نكتبوها مثلا ثلاثة على خمسة كي تشوفها هنا ولا نحطو واحد على ثلاثة كي تشوفها هنا خلاص صفر فاصل ثلاثة 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 ما توفاش انت كل دونك هنا الكو هو اي عدد اي كوسيون يتكتب زاد على زاد زاد اللي هو قلنا اللي احنا نحكي عليه بالاحمر مثلا هنا الا ثلاثة على خمسة اربعة على اثنين كلهم ليكوسيون كلهم في كيو يقول دونك نحط واحد على ثلاثة حاجة جديدة هيك دونك ثلاثة على خمسة انسي دو سويت دونك توا باش نحكيو على الاغ واللي هي حاجة جديدة دونك هذايا جديد نتاعنا اش نقولو القاعدة توا اوغني اوكي الوغ الاغ هي الاعداد اللي ما حكيناش عليه هنا الكل باغ اكزومبل غاسين دو دو غاسين دو دو فات هي 1.4 وعدد ما يفيهوش هذوكم وما يتعاودوش كيف كيف بي عندي 3.14 واحنا ماشي نقول دونك هنا نكتب راسين دو 2 ونزيد نكتب هنا بي فوالا دونك هنا فهمنا الكل كيفاش يبعثها دونك انا بتراك هنا نقدر باش نجيبها قد 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 فوالا اما لازم تفهم معناها الاغ راهو عندها الكو وعندها الدي وعندها الزد وعندها ان كلها كيف كيف دونك هذايا امهم الكل وهذايا تلم دي وزد والان والدي تلم الزد والان والزد يلم الان فوالا دونك تعديو توا نشوفو دي زيكزومبل هنا عندي اول حاجه شفتها قدامي اللي هي في الكتاب تاعكم باج 8 في البروبورسيوناليتي اي بورسونتاج دونك هنا قال لي كاين فما فورمو بالضبط هكا عندكم تابلو مانيش نعملو بالضبط اما جوست كاين تقرا معايا عندي هنا الماس اون غرام دونك هنا الغرام وهنا عندي لالونجمون اون مليمتر دونك هذايا مليمتر قال لي راهو لالونجمون دان روسور اي بروبورسيونيل ا لا ماس دونك هكا فوالا دونك كلام عندي هنا عندي هنا 15 وعندي هنا 9 وتو كيبدا عندي 50 نحب نعرف هنا شنو كي يبدا عندي باغ اكزومبل 42 نحب نعرف هنا شنو فوالا سي تري سامبل دونك باش نعملو هنا باش نعملو غينغ 3 دونك هنا هذي في هذي على هذي ديما
يبدا على طريق الاتقان، فراح تكون هنا 15 يقابلها 9 من ال 50 يقابلها شكون، كل اللي نعمله زي كنا في بعضهم هذه في هذه على هذه، هذه في هذه على هذه. دونك هنا 50 في 9 على 15 نقاوها زدت انا هذا. وبعد كي نحب نلقى الفوقاني هذا عندي حلين، سواء ناخذ الكادر نتاعي هذا صهرونة ثم الأربعة، وإلا ناخذ جديد في التصوير دونك مانيش ناخذ ذوما الزوز مع هذوما الزوز، ديما فات نسحق أربعة والرابعة تبدأ أنكونيو إلا باش أنا نلقاها. دونك هنا كيف 15 قابلها 9 و 42 قابلها شكون. شوف هنا ايش عملت، المرة دي حيت على اليمين و دي مرة حيت على اليسار. علاش؟ على خاطر لازم الجرام تحت الجرام والمليمتر تحت المليمتر. دونك هنا ايش عملت، جرام مي جرام 50 و 15 حطيت تحت بعضهم، و توا في الاكزامبل الجديد عندي 42 حطيت تحت 9، معناها 9 و 42 تحت بعضهم. وكيف كيف نحسب على روحي، دونك الدياغونال تحت بعضهم، دونك هنا باش يعطيني 42 و 15 sur 9 égal blablabla. Voilà, donc écrivez-vous le résultat et les lequitoa. Et là, بالنسبة للأول تعديو تو vite fait اللي بعده. Donc هنا عندي قالوا لي les identités remarquables. Donc هنا عندي exemple عطاوني racine 3 moins racine carré de 5 au carré. Ben, donc juste une fab d'accord au cas de la qu'on a a plus b le tout au carré et a au carré plus 2ab plus b au carré. Et bien puis je tape quoi, il dit un dîner j'ai un dit moins je place le plus un dit moins, donc un aim hatch plus hatch moins ou bien récolte après neuf. Donc kif kif n'est pas une tabac au cas d'intérêt n'est un dit قوة 2 هنا كيف كيف وكاري. دونك قال لي كم باش نقارن، دونك الا نتاعي هي 3 والبي نتاعي هي غاسين دو 5. دونك توا واش قال لي، تاخذ الا تعملها او كاري دونك 3 او كاري بلس 2 هذيك a فوا b دونك فوا 3 فوا غاسين دو 5 بلس غاسين دو 5 او كاري. اللي هي 3 او كاري بجيني 9، 2 فوا 3 هي 6 غاسين دو 5 تقعد هكا يا خاطر هذا ما تحسبش، بلس غاسين دو 5 فوا غاسين دو 5 اللي هي 5، على خاطر عندنا قاعده تقول غاسين دو ا او كاري ايكال ا. فوالا، هذا هو بالنسبه لل لي زيدونتيتي ريماركابل. نتعديو اللي بعده كيما قلت لك مش مسلسل تيبا، اما الفيديو الاولى كهو واش جايين باش يكونوا خير برشا. باهي تو نحبو لونكادغمون و نلقاو كومباريزون ما بين ا او كاري. فوالا نحبو نقارنو بين ا او كاري و غاسين دو ا. باه باش تاخذوهم احنا كلهم بوزيتيف داكوغ. دونك هنا باش نعملو هنا نقولو ستيلو هنا صفر هنا الواحد و هنا بلوس لانفيني. دونك هنا زعما 17 1000 واحنا ماشي باه ناخذ توا ا ناخذها مره لهنا ومره باش ناخذها لهنا ونقار. الو باش ناخذ توا ناخذ ندوب بالازرق ولا بالاخضر ا ناخذها مثلا 10 ا يساوي 10. دونك ا او كاري اللي هي 10 في 10 اللي هي 100 وال قاسين دو ا هي غاسين دو 10 اللي هي باش نحسبوها مرة كي تلبيس ناقص مرة كي هنا 5 و 5 تقسيم 5 باهي تجيني ا بوبخي 3.11 باهي. دونك انا كي نجي نقارن نلقى اللي ا او كاري اكبر من ا اكبر من غاسين دو ا متهمي داكور. باهي توا كي ناخو الفوقية كالكولاتريس وفي عدد هذا ماناش نحسب معاكم كان. Merci.
فوالا باه باش ناخد توا الكولور الأخرى اللي هي الأحمر. باش ناخد باغ إكزومبل أ إيكال زيرو تخوا، خاطر احنا قلنا بين زيرو و الأن. دونك زيرو تخوا فوا زيرو تخوا اللي هي أ أو كاري، زيرو تخوا أو كاري اللي هي زيرو زيرو نوف. دونك أ أو كاري اللي هي زيرو زيرو نوف. و توا نشوفو غاسين دو زيرو تخوا اللي هي 0,54. Racine de A, et il y a 0,54 ou 55. Ben, donc, on est chouf, très bête la fille. Donc, A au carré, on est asgher men A, ou asgher men racine de A. Donc, avec le cadre m'tiak. Qui y vda andek, l'A m'tiak, qui vda l'A m'tiak, akber men wéhed ou la wéhed, enfin, akber men wéhed, t'koun hédaïa siha, معنى انت في الاخضر، وكان ال A اصغر من واحد راك انت لهنا. كان A جيت تدور الفكره، كان جي A واحد بالضبط، راهو A و كافي يساوي A يساوي غسيل دو A. هنا نحكي وقت اللي A اتيكال A باهي. فوالا تعدي توا اللي بحاجه اخرى اللي بعدها، نشوفو كومباريزون دو A اي 1 سور A. هنا نفس البرانسيب، دونك هنا باش نخليها بالعاني، نخلي بالعاني هذوما اوبس هاكا فوالا. كيف كيف نتعداو، ناخدو باغ اكزومبل نبداو بالاحمر، الاحمر 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 احمر قلنا باغ اكزومبل ا ايكال 0.5. كي ناخدو توا 1 سور ا اللي هي 1 سور 0.5 اللي هي ايكال 2. دونك شو فهمنا اللي A أصغر من A 1 سور A. طيب ناخد الأخضر وناخد باغ إكزومبل A إت إيكالا 5. دونك 1 سور A إت إيكالا 1 سور 5 إت إيكالا 0.2. دونك هنا تشوف اللي A أكبر من 1 سور A. كيف كيف فرد قاعدة، كي يبدا عندي الـ A متاعي أكبر من واحد راهي تبقوا هذي، يبدا عندي الا اصغر من واحد راهي هيك فوالا. داكور دونك اش قعدت توا هي الا دونك هنا عندي الاولى سي تري سامبل. دونك اكس موانز 1 كوا اكس بلوس 2. دونك هذا سي تري سامبل، باش نعملو هذي في هذي، بعد هذي في هذي، نجيو في الاخر نحطو هذي في هذي، بعد يعني في هي اللي هي باش تجيني اكس في اكس هي اكس كاري، بعد بلوس 2 اكس، ومن بعد عندي موان اكس موان 2. وهما زوز نجم نعمل فيهم حاجة. دونك 2 اكس موان اكس اللي هي اكس، باش يعني زوز كلها واحد الكهرباء ولد الكهرباء بركة موان 2 كي يكونوا كمل. داكوغ دونك عندي حاجة أخرى اللي هي طويلة شوية، x موان y موان z بلوس y موان z فوا z موان x، بعد عندي بلوس z موان x x موان y. دونك هنا فاكتوريزاسيون شنو معناها؟ معناها نشوفوا حاجة، معناها في كل هنا ذا تيرم هذا وهذا وهذا، نشوف حاجة تتعاود. باغ اكزومبل اكس موا ايكغيك تعاودت هوني وتعاودت هوني، دونك نلم هذي وهذي مع بعضهم وبعد نشوف شنو يصير. عبد الاخر كان نجم يختار حاجة أخرى بيان سور، دونك يختار باغ اكزومبل ايكغيك موا زد ويختار ايكغيك موا زد هذي، عبد الاخر يختار هذي وهذي كلهم صحاح. ناخذ نتاع الاخضر احنا باغ اكزومبل الو، دونك y موان z هاتو هذايا مع بعضهم ونحل القوس نتاعي. كي نشوف لهنا شنو يبقى لي كي نحي هذي، يبقى لي هذي. دونك هنا نحط x موان y، وهنا شنو يبقى لي كي نحي الاخضر، يبقى لي فيولي اللي هي دونك هي z موان x. نمسك القوس نتاعي نجد توا نحط بلوس الغيست اللي يبقى لي، دونك زد موان اكس و اكس موان ايكغيك باهي ولا. دونك هنا
شوفوا بالضبط هذه هي نفسها هذه. دونك هنا كيف كيف نعاود نحطوها نفاكتوريزيوها. دونك هذاك كله باش تعد x مو y زد مو x فوالا. دونك لو نحل القوس يبقى لي هذه دونك y مو z وهنا يبقى لي حاجتين دونك بلس 1. علاش بلس 1؟ مش يقدر يقول لك مادام قلت حاجتين دونك يبقى صفر. لا الصفر هو 1 على خاطر كي نحب نرجع بالعكس نحب نعمل هذه في هذه وهذه في هذه وهذه في هذه نلقى بالضبط ترجع لي هذه. دونك هنا نحط القوس نتاعنا دونك يكونوا جوانبها ونجم نحيو ذيك القوس هذيا ونحيو القوس هذيا وديما جوانبها. الو كان هاو ذا هو كملنا من هذه. اش قالت لي حاجه اخرى؟ فوالا قالت لي توا اخر حاجه الفالور ابسولو. برشا عباد الفالور ابسولو معقدت اما توا ما عادش بتعقدكم. الوغ الفالور ابسولو وصلنا لاخر الفيديو نصوره. الفالور ابسولو يوفى توفى الفيديو باه. اش قلنا الفالور ابسولو دونك ديما تخرج لي حاجه بوزيتيف. دونك باغ اكزومبل الفالور ابسولو دو 5 هي 5. Valeur absolue de moins 5, il y a 5. Donc, je fais maintenant, si tu as un adat positif, très lié positif, quel est le négatif? Et voilà, quel est le négatif? Très joli quand même positif. Mais, donc, je vous fais un autre qui est un par exemple, x moins 2 ben, égal à 5, par exemple. Ben, je vous fais un autre x. Je vous fais un autre. كانوا هذيا بوزيتيف دونك يخرج هكايا. كانوا هذاك نيجاتيف يخرج هذا بوزيتيف. اش معناه؟ دونك عندي حلين سوا x موان 2 بي جيني بوزيتيف سوا x موان 2 بي جيني نيجاتيف. خاطر x انا ما نعرفهاش قداش. خاطر x تنجم تكون هذا الكل باش تنجم يكون ما قلنا تنجم يكون 5 وهذا ينج والا نجم يكون موان 5. دونك نقولوا في الكاهي هذاك ولا يكون نجم يكون موان 5 هذا ينجم يكون كله 5 باهي ولا باهي. ناخذوا احنا معنا بالفليق كيفاش بيجيني هذا 5 اش لازم لازم هنا 7 اكس لازم تكون 7 اكس لازم تكون 7. دونك هنا اكس نتاعي اكس موان 2 هكا كلها جاتني بوزيتيف باهي. وهنا كي لازم هذا كله لازم يجيني الا 5 دونك اكس لازم تجيني الا 3. شوف كيفاش. دونك انا عندي هذاك علاش عندي دو كا سوا هذا سوا هذا. دونك هذاك علاش لازمني نخرج هنا دو كا سوا الكل يجي 5 سوا الكل يجيني موان 5. وقتها شوف نحكي على اكس. دونك كان الكل اكس معناها كان الكل اكس معناها بوزيتيف راهو اكس لازم يكون 7 وكان هذا يكون نيجاتيف اكس لازم تكون الا 3. فوالا دونك هذا هو الفالور ابسولو. هذا اللي خديت ليكزامبل بالضبط نفسه نتاع اللي حبيت نعمل. لا مش نفسه. الوغ دونك ناخذ اكزامبل من الكتاب باج 14 اكتيفيتي 41. دونك عندي هنا باغ اكزامبل x بلس 2 ايت ايكال ا 3 باه. دونك هنا نعرف الفالور ابسولو 3 ايت ايكال ا 3 و valeur absolue de moins 3 est égal à 3z. Donc x moins 2 x plus 2 هذه الكلها x plus 2 نجم تكون كلها 3 والا دونك هنا او x plus 2 نجم تكون moins 3. وقتها نبدا نحكي على روحي في كل حال شوف نجم نخرج x باه. دونك هنا x est égal à 1 وهنا x is equal to moins 5 داكور. دونك هنا سي سالي داخلينهم الزوز دونك الكل سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف باه. هذه شكون نجم نعملوها هكا والا عبد اخر يقول لك اوكي x بلس 2 سوا الكلها بوزيتيف و x موان 2 الكلها نيجاتيف. دونك مادام x هذه حاجه اخرى ولا هذا ميثود ثانية تنخدمو فيها x plus 2 positif ou là, x moins 2 négatif. Quand x plus 2 est positif, donc nous avons la valeur absolue ou nous avons la valeur absolue. Ou quand on est négatif,
باش نحط موا من الاول ونكتب كل شيء، باش نجم نحي القوس نتاع الفالور ابسولي. دونك اكس فوالا اكس بلس 2، اكس بلس 2 est égal à 3. Donc on a dit moins x moins 2 est égal à 3. On est donc x est égal à 1 et x est égal à moins 5. Voilà. Quand on va commencer notre vidéo, écrivez les commentaires pour lesquels vous avez une vidéo, qui est la chaîne Haja, ou maintenant si vous vous abonnez à la chaîne YouTube Réussir en bac, dit comme une vidéo, dit comme direct là-haut, à votre vidéo. Voilà, encore merci et à très bientôt.